ظاهرة جميلة. أولا أنا بحيي هذا الشباب، شباب 25 يناير ده أنا بحيي، لأن كنقطة فارقة بين تاريخ مصر ما قبل 25 يناير، والتاريخ هيكتب كده أن مصر ما قبل 25 يناير تختلف تماما عن مصر بعد 25 يناير. وأنا كراجل عشت في العمل السياسي يعني من سنة 63 بقول إن إيه، إن هذا الشباب الحقيقة يعني كنت يعني أنا ما كنتش أتصور أبدا في حياتي أن هذا يحدث في جيلنا ولا أجيال تاني، لكن هم سبقوا هذه الخطوة إن هم إيه، إن هم عملوا هذا العمل البطولي الجميل لنا حاليا. أنا بحييه وبشكر هذا الشباب، وهذا هذه المظاهرة عملت حاجة جميلة جدا وحدت بين المصريين كلهم بالتأكيد. وبعدين حاجة جاءت إلى الناس على الأقل في المطرة الماضية، الآن يبدو أنه هو تحول، كله يتحول الآن، التلفزيون الرسمي، الصحافة، كله يقول ما أروع هذا ما حدث، لكن هذه لم تكن الصورة بما فيها رموز للكنيسة منذ أسبوع وهم يخاطبون الشعب على التلفزيون الحكومي المصري كما ذكرت في البداية. وأسمع بس لقطة مما قلته فضيلتكم أنت بنفسك على التلفزيون، لنستمع إلى اللقطة وأسمع تعليقك عليها. احنا كلنا بنجمع كمصريين، مش هقول اباط ومسلمين لان دي نغمه مرصوده، لكن بنقول المصريين كلهم خرجوا للاستقرار، خرجوا للامان، خرجوا لمصر كلها، ان يكون الزعيم مبارك هو القائد ايه اللي بيقود مسيره مصر لبر الامان. انا طبعا يعني ايه زي بيقولوا شرف لا ادعيه، وايه يعني ايه ان يعني طبعا الكلام ده انا قلته ومقتنع بيه. وأول حاجة أحب أوضح حاجة، أنا لما قلت هذا الكلام باقتناعي الكامل، باقتناعي الكامل إن إيه، إن إحنا ما نبصش لإيه لشخص رئيس مرك كشخص، إحنا نبص له كرمز، رمز الإرادة المصرية. ليه؟ لأنه لما نبص كده لخريطة العالم كلها حوالينا بتلاقي كل واحد يقول لك ناو ناو ناو، النونوة دي ترددت في العالم كله الآن 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 الآن, الآن, الآن اللي ترددت في العالم كله. فإزاي دي يعني معنى كده إن العالم كله يقول لك الرئيس ده يرحل دلوقتي، انا كمصري اقول لا الاراده بتاعتي، انا اقول له لا ما ترحلش. واقول حاجه، انت مع الان ام لا؟ احنا بنتكلم اقول حاجه كده. طب بس اسمع في النقطه دي قبل ما تقول، انت مع الان؟